قبل ما ندخل فيديو اليوم بحب أشكر كل اللي اشتركوا في قناة الفترة الأخيرة، وبشكر كل اللي بدخل على فيديوهات وبيشوفوها، وبشكر كمان اللي كانوا مشتركين من قبل. بتمنى منكم إنكم تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وإن شاء الله بوصلكم تنبيه كل ما أنزل فيديو، وأنا تقريبا بنزل فيديو كل يوم. هلأ ندخل بالإنترو وبعدها نبدأ فيديو اليوم. سلام. طبعا المساعدة المالية في بعضهم استلموها وأنا واحد منهم، وفي البعض لسه بيستنى. عشان تعرف إيش موقعك من الموضوع هذا كله لازم تروح على موقع الـ IRS وتتأكد. أنا عملت فيديو بخصوص هذا الموضوع، بتمنى إنك تدخل على الفيديو وتستفيد من الكلام اللي حكيته، وإن شاء الله تعرف بالضبط متى حتوصلك فلوسك. ثاني شغلة بدي أحكي فيها، إذا غيرت عنوانك البريدي من العنوان اللي استخدمته لما قدمت على ضريبتك لعنوان جديد من غير ما تحكي للـ IRS، نفرض إن هذا الموضوع صار جديد، يعني عندك حلين، حل بطيء وحل سريع. بطيء إنك تقدم فورم 8822 عن طريق الـ IRS، وله قصة طويلة وبياخد 5-6 أسابيع وشغلته طويلة، وما أعتقد إنك بدك تسوي هذا الشيء في هذا الوقت. الطريقة الثانية السريعة إنك بتروح على موقع الـ USPS وبتطلب تغيير الأدرس، فبتحط الأدرس القديم وأدرس جديد، وبيسألوك كذا سؤال عشان يتأكدوا إنك أنت صاحب العنوان القديم. فهذه الشغلة سريعة كتير لكن بتكلفك دولار، بعينك الله ادفع هالدولار وخليهم يبعثوا الرسائل اللي بتروح على عنوانك القديم على عنوانك الجديد، وهيك ان شاء الله بتستلم 1200 دولار اذا بعتوهم كشيك. هلا بخصوص دفعة المساعدات الرابعة، انا تكلمت بهذا الموضوع في فيديو بتقدر تشوفه من هون اذا حابب تاخذ فكرة شو كان الموضوع في بداياته. هلا اللي صار، الديمقراطيين اتفقوا مع البيت الابيض والمبلغ اللي كانوا بتقاتلوا عليه زاد وصار 450 مليار دولار. 350 مليار دولار حيروحوا للمؤسسات والشركات الصغيرة كرواتب وشغلات زي هيك، لكن الديمقراطيين قدروا ياخدوا 75 مليار دولار يدعموا فيها المستشفيات، و25 مليار دولار يدعموا فيها التست والفحوص الكوفيد 19 حوالين كل أمريكا. يعني المساعدة الرابعة تعتبر خبر كويس كتير لأصحاب الشركات الصغيرة والمؤسسات الصغيرة، لكن المشكلة إنه الفلوس اللي حطوها في دفعة المساعدات الثالثة حطوا تقريبا 310 مليار، خلصت بسرعة ويدوب خلصوا أقل من ثلث الطلبات اللي إجتهم. هلأ حطوا 350 مليار، لكن هل هذا حيكفي الثلثين الباقيين؟ والله مش عارف، بديش أكون سلبي، إن شاء الله يكفي، إذا ما كفى يروحوا يجتمعوا مرة تانية ويأخذوا دعم زيادة. هلأ بخصوص الألفين دولار اللي حكيت عنهم في الفيديو هاد، أو مساعدة وقف الإيجار ووقف أقساط البيوت اللي حكيت في هذا الفيديو كمان اللي فوق، اللي حابين تروحوا تشوفوهم، لسه ما صار أي شيء. الموضوع تقريبا بيحكوا بيقرب عليه، يعني كأنهم بتكلموا في الموضوع ووصل لمرحلة ممكن يصير مشروع وممكن يصير عن جد فيه استفتاء عليه، لكن أكتر من هيك ما في أي أبديتس. أنا بصراحة حاطط عيني على الموضوع بستنى فيه، وكلكم بتستنوا فيه يعني أنا عارف، بس أنا بستنى فيه عشان أبشركم الأخبار الطيبة. أنا عملت فيديوهات كتير إذا حابين تشوفوها، وغير هيك بتمنى إنكم تشتركوا في القناة. إذا ما اشتركتوا في القناة حضطر أخذ جزء من مساعداتكم اللي حتوصلكم، فأحسن لكم إنكم تشتركوا عشان ما أخذ شي، ونشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.